على خير. نتوما كتشوفوا في هذا الفيديو عرفت راسي غبرت عليكم هذه المده تقريبا قبل رمضان ما بوستيت لكم حتى شي فيديو. اليوم ما شاء الله غادي نبارطاجي معكم هذا الفيديو هذا اللي ما عرفتش حتى هو غادي تشوفوه. خاصني غير المونتاج كيعكزني غير المونتاج في اليوتيوب، اما لي فيديو كنصبرهم ماشي نجي نمونطيهم ما كنلقاش الوقت. اي فوالا، المهم درت ميكاب لي هو خفيف بزاف. غادي نمشي نجيب واحد القطيط كيوت من عند واحد البنوته حتى هي كيوت خلاتو ليا، المهم عطاتو ليا، شكرا كبير، لا شكرا بزاف. الو، درت ميكاب لي هو خفيف بزاف، شوفوا درت غير شويه ديال لونتي صغري في هاد البلايص هاد باش ما يبقاش يبان ليا، ومشط حجباني بالصابون، وابخي درت هنايا داك الكريون ودرت ليه هذاك المرطب هذا ديال الخطيره ما يمكنش البنات. هو كنت بعد ماني ماكياج بخمسة ديال الدراهم وشوي كيكه ديال البلوش. كنت غادي ندير اكرون ديالي مي سالات ليا، وغادي ناخذ وحده اخرى ان شاء الله اليوم او لا غدا وصافي. هذا مكان البنات دابا شي 8 بحال هكاك 8 لاروب، ما عرفتش واش نمشي بهادي ولا نلبس. كنت قلت بغي نلبس هادي، ولكن كاين واحد شويه ديال النسيم ديال البرد، وانا عارفه غير غادي نخرج غادي يمشي البرد. يا كنت غادي نلبس هادي حيت شفت لي يجيني الصاط، فهمت؟ واجي نركب في الطوبيس اولا في الطاكسي وكيكون الزحام وكلو تدين الشراجب غادي نتخنق. غادي نلبس هاد السروال هذا سروال بشين، وغادي نلبس هاد لا شوميز هادي اللي كنت خديتها من الجوطيه، صراحه صدقات زوينه. لو غتشوفوها مكمشه راه ما مكمشاش، راه النوع ديال التوب ديالها اللي دايرها كشته. هادي كنت خديتها في كازا ما عرفتش واش ب 15 درهم اولا ب 260. عاود تحولتكم هنايا ابخي. دابا غادي نديرو الفولار ديالنا، ميني فولار الله يسمح لينا. الوغ بالنسبه للفولار ديالي كنشدو بحال هكا، كندير هادو ديال ليكري الا كنت غنمشي نقضي اغراض داكشي، ولا كنت باغا نتصور كندير الاخرين ديال الكريب اولا هادو نيت. غادي نشد هادي وغادي نخشيه هنايا وغنحاول نصايبو ما نخليش هكا معبز. وتا هذا هنايا هاد الطريقه هادي يمكن لكم ديروها، وتا الا بغيتو تصايبو فولار يعني مقاد لكم يمكن لكم تصايبوه هايدا بحال هكا. ياك انا كيعجبني ندير بونيه من التحت باش كتعطيني واحد الفوليم في راسي كيفاش راسي كالبيضه. المهم غادي تصايبوه هكا مزيان، المهم انا نخلي شويه تاع الشعير صافي. كيجيكم الفولار ديالكم بحال هكا الا خشيتوه من الداخل، وكيبقى ثابت لكم النهار كامل. بغيتو تغطيو شعركم غطيو نتوما حرين. على بالنسبه لديك الورقه ديال اللور بلا ما تجيو عليها كل نهار كنقول غادي نلصقها ما غادي نلصقها ما كنلصقهاش. صافي لبست هاد لاشوميز هادي مع التريكو البيض هذا، ومع غندير دابا البارفان وغندير هذا انا الابيض اولا اسكادا تاج. هادي الصراحه هادو هادو زوينين كيحمقوني، هادو بحال غادي الريحه ديال العود، وهذا الريحه ديالو فخوي هكا. ندير هذا الصباح هذا الله. المهم راه ما درت لا ماسكارا لا حتى شي حاجه. الله نمشيو دابا نمشيو لبس برجيلتي ونمشيو باش ما يمشيش عليا الطوبيس، واخا باقا الساعه على الموعد كيف ما انا ديما ما خصني نحضر في المواعيد دقيقه. خبركم وحلت واحد الحاجه ما عرفتش واش نهزات الصاك هذا. دابا هو كيعجبني وكيجي زوين ياكو، ولكن نكون هزاه بوحديتو ما نكونش هزه شي حاجه اخرى. وانا غادي نهز الكاج هذا اولا هذا هذا باش زوين كتعلقوه. توا الزول هذا باش نتعنفجوج انا حيت كنبقى كنعنفجا غير بوحديتي. هذا غنديو هذا، ندي معايا ثلاثه ديال الحوايج لا زائد ولا ناقص. ندي معايا السوار صاطه حيت ما كاين تحت في الدار كلي حلي عليا. غنجيب زيطيمي من نفس هاد الصاكره ديال هاد البسطه غير وليت كنهز غير هذا، وغندي التليفون صافي اللي فيه. هادي هي البيصه ديالي، غادي نمشيو دابا نجيبو الماشوش.
تنشوفوا الرياكشن ديال المشيش اول مره غيخرج من القفص عندي في الدار. المهم تلقاو الرويده هنايا ماما جامعه الصالون. المهم نشوفوا المشيش هو كيخرج. هاج مز مز ماما زيد هاج هاج لازم البنات المشيش خايف. غنحاول نطمئنو بشويه بشويه ونجيبيه طوخي النعش تمش دم الشوش الاول. اخويا راه غادي طيح ويلي حزنه ميو. تنتي
هي كيعجبني ناخذ ليكرون تكون تانتي باش ما بقاش ندير فوندو تا اولا شي حاجه فهمتوا. وها هي زوينه قال لي كتنقي الوجه وداك الشيء نجربوها وغادي نرد عليكم الخبر. بالنسبه للثمن ديالها راه دايره 160 درهم وبما ان صاحبتي خدامه في بارا فراه نقصات لي الثمن. تقولوا لي اللي مجربها يقول لي واش زوينه اولا لا. هذا خديت بومادة تاع عوينات هذه بومادة الصفا خديتها لهاد المشيش هذا شوفها بقاو كيدمعوا لي عوينات فخديتها مشيت درتها لهم فرماسيون ويعطوني بومادة الصفا دواء لاي داء. والمكياج خديت هاد اللصاقه ديالي فوسيل هذه كانت عندي وحده مي ما كتلصقش ما عرفتش واش كاينه دوريجين وكاينه جد دوريجين ما عرفتش. ايوا خديت ثاني هذه نجربها فكيعجبوني الفوسيل مي كيعجبوني هادوك الخفافين يعني شفيره شفيره. المهم غادي نجربها حتى هي ونرد عليكم الخبار ونرد عليكم الخبار حتى هي واش زوينه ولا لا. اولا ندير معكم هكا شي فيديو انا كنلصقهم. شوفوا القطط شوفوا القطيطه تجينا عندي شوفوا 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 جالاتي وي 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 تيلعبوا. دابا هذا تيبغي يلعب وهذا ما تيبغيش يلعب معاه وهذا كيبقى ينكشف هذا اختي شحال فنين كحمق عليكم كحمق عليكم. وخديت هاد الماكياج هاد دو سيلفون هذا ها هو كنحتاجو بزاف الصباغه. وخديت هاد الباك هذا اللي فيه اربعه ديال لي بوماليغ هادو مرطبات ديال الفم صراحه زويونين. بالنسبه للثمن ديال هادو كان فشي 17 درهم واقيله. المهم راه الوحده كدار 5 ديال الدراهم. النكهات اللي فيهم هادي حمقاتني هادي ديال العنب وهادي ديال اناناس الخضره اناناس وهادي فريز وهادي بنان. صراحه هاد الباك عجبني والريحه ديالهم خطيره ما الا واعره بزاف عندي شي وكيعجبوني هادو كنديرهم فوق هكا كنكون دايره شي كرايون اولا شي عكار وكنزيدو فوق منهم منها كيرطب منها كيعطي هاد اللمعه هادي الطبيعيه شتو ندير غير شويه تاع بيتيتانس وزدتو هذا كيعطي واحد اللمعه اللي هي زوينه في الفم مش كيلعب ليا بقاعط. وين هادي صراحه زوينه الا بان لكم هذا سواء الوحده سواء هاد الباك هذا صراحه زوين والروائح اللي فيهم خطيره. فوالا البنات هاد الشيء اللي شريت. المهم كنحاول نشري غير الحوايج اللي ناقصيني صافي مابقيتش باغي نخسر الفلوس في الخوا الخاوي صافي. هذا ما كان فغنسالي معكم هنا لا فيديو كنتمنى انني نغير مونطي ونبارطاجي معكم وان شاء الله نعاود نزير راسي باش نبارطاجي معكم دي فيديو وغادي نشارك معكم مواضيع ان شاء الله واحد اخرين. فوالا بيزو باي باي ليكم.